أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يقول: أسمع بعض الناس يردد: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. في ضوء ما ورد، هل هذا حديث صحيح؟ حديث صحيح. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة في الأبدان والفراغ. الفراغ لعدم الشغل الذي يشغل الإنسان ويأخذ وقته، إذا الإنسان فرغ من أعماله ولم يكن عنده ما يشغله فيستغل الوقت بطاعة الله. قال الله جل وعلا لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يستغل المسلم فراغه بطاعة الله عز وجل، ولا يستغله باللهو واللعب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم.